مصر. السيد الرئيس، لقد صوتت مصر لصالح قرار مجلس الأمن 2266 الذي اعتمده المجلس اليوم بتوافق الآراء. وفي هذا الصدد أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعيد التأكيد وباختصار على عدد من الثوابت المصرية فيما يتصل بعمل منظومة العقوبات بصفة عامة، على غرار ما سبق أن ورد في بيان مصر أمام جلسة النقاش المفتوح حول العقوبات التي عقدها المجلس يوم 11 الجاري، إضافة إلى التأكيد مجددا على موقف جمهورية مصر العربية من الأزمة في اليمن. أولا، فيما يتصل بعمل فرق الخبراء المنبثقة على لجان العقوبات، تؤكد مصر على ضرورة ضمان أن تعمل هذه الفرق في إطار الولاية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التي أنشأتها، حفاظا على مصداقية تلك القرارات ومصداقية المجلس ذاته. ثانيا، واتصالا كذلك بعمل فرق الخبراء، تؤكد مصر على ضرورة أن تراعي تقارير هذه الفرق الموضوعية والحيادية وأن تستند إلى مصادر ذات مصداقية. ونود في هذا الصدد التنويه إلى الفقرة العاملة 11 من القرار الذي تم اعتماده اليوم التي استذكرت ما تقدم، والتي نؤكد على ضرورة مراعاتها بشكل تام حفاظا على مصداقية المجلس ومنظومة العقوبات. ثالثا، وفيما يتصل بالأزمة اليمنية، نشدد على موقف مصر الثابت الداعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمة، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 بما يكفل عودة الاستقرار إلى اليمن الشقيق ويدعم جهود مكافحة الإرهاب هناك وفي المنطقة ككل. وشكرا سيد الرئيس. أعطي الكلمة للسيد المؤخر ممثل مصر على بيانه. رفعت الجلسة.